عايزك بقى تحكي لي شويه عن بطولاتك والعوم الكتير. انا سمعت انت بتعوم عدد ساعات الى ما لا نهايه، احكي لي بقى شويه عن البطل محمد الحسين. عايز بتاعت البحر؟ انا عايز كل حاجه. كل حاجه انا جاي اخد كل حاجه. اوكي ايوه كل حاجه. حددتلك. هبتدي. يلا. انا اصلا بديت انا سباحه اصلا وانا عندي 5 سنين. ودخلت اول بطوله ليا في نادي السيل وجيت مركز حلو من قدرة من قدرات ربنا وتأهلت للمنتخب ماشي ده في سباحه منتخب مصر وصعدت واتصعدت المنتخب دي بطوله عالم في ايطاليا في فلورنس 2016 وحققت 4 ميداليات في البطوله دي واشتركت في 8 سباق اساسيين و4 تتابع كده وبعديها اتأهلت لقناة السويس فرد علم مصر 5 كيلو سباحة 5 كيلو سباحة علم مصر انا فاكر برضو ووزن العلم تن وربع في الوقت ده المدرب المتخصص بتاعي كابتن خالد شربي زاد في يوم ده ركز عليا اما فرات علم مصر ومصمم لان افد علم مصر على مستوى المي مفتوحة تماما. الله. كان عندي تحدي واصرار والعزيمه انا اعمل حاجه لوطني. الله عليك. وانا كنت خالد شربي اختارني انا اقوم بمحاوله فرديه لعبون المانش وعملنا انا وكابتن خالد شربي معسكر مقفول في الخلدق وبتدرب هناك في الخلدق 5 ساعات في الساعه 3 كيلو. في اي وقت صبح بالليل عز الفجر كان 5 بالليل فرحت عز الفجر في الضلمه واثق في ربنا واثق في المدرب بتاعي كابتن خالد شربي الله مغاد معامتي ايه مغاد معامتي 9 ساعات في سهل حشيش و10 ساعات برضو في سهل حشيش مغاد معامتي 36 كيلو في ساعه في 11 ساعه ونص قبل مسافه بريطانيا انجلترا وكمان اتمرنت في بحر المانش اخد عليها قبل يوم الايه المحاوله ماشي من ذاك يوم المحاوله كانت يوم الجمعه بديت المحاوله عادي ماشي ونزلت اعوم في البحر عادي وبعد شويه البحر اتقلب بعد شويه ايه البحر اتقلب ساعه عمت قد ايه 17 ساعه في 7 ساعات متواصله وفي الحاله الوحشه ديت كنت بكون فيها ساعه ونص بقاومها عشان اعديها الله ودي حاجه متعبه جدا طبعا بس كنت ده انا بغرق في البانيو بس انا كنت مصمم انا حاطط حاجه في عالي ولازم اعملها صح ان انا اروح اخد فرنسا ارزع علم وطني علم مصر في فرنسا كنت مصمم على كده بس المدرب بتاعي اخد قراره ها اللي هو يطلعني على المركز بس انا كنت مصمم ان اكمل بجد الله بس هو خايف اقول ربي يقول لي كفايه يا محمد واطلع على المركز بس انا خايف عليك فعملت سمعت كلامه انت جميل يا محمد ساعتها بقى بس كده كلمت من فخامه الرئيس اقول لك حاجه كمان صراحه اتفضل بين صحاب كان درع وحضنته وسلمت عليه وحس في دقني وحسيت في دقني حسيت هو ابويا حسيت هو بابايا ماشي وايه واخدت الدرع اغلى درع عنده اغلى درع والله عنده خدته ده كان حاجه مفرحه وفخوره انا قابلته واخدت الدرع اغلى حاجه عنده الله كلنا نسقف له يا جماعه عشان ايه الجمال ده ايه الجمال ده